أسس التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري كان عنوان الورشة التدريبية التي نظمتها مديرية مكافحة العنف الأسري في إدارة زاخو المستقلة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين في المدينة، وذلك لتمكينهم ببرامج تدريبية وإعلامية. احنا كمديرية منهضة عنف الأسري في زاخو قمنا باختيار بعض الصحفيين في إدارة زاخو المستقلة لغرض تقديم بعض المعلومات حول مديريتنا بشكل عام. لدينا بعض الأقسام هم مثل التحقيق وكذلك مركز استشارات الأسرية وأيضا سنتر نوا وأيضا قسم الإعلام. هاي ورشة خاصة لتدريب الصحفيين بخصوص معلومات حول مديريتنا. تناولت الورشة عدة قضايا في مجال العنف الأسري وكيفية الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية للعمل الصحفي والاهتمام بالتوعية والتثقيف ليكونوا مشاركين بشكل فعال في هذا المجال. اليوم نظمنا كنقابة صحفي كردستان بالتعاون مع مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في إدارة زاخو المستقلة ندوة تثقيفية للصحفيين والإعلاميين حول كيفية التعامل مع المشاكل الاجتماعية دون التعرض للمساءلة القانونية. كما تم بحث ومناقشة دور الصحفيين في إقليم كردستان عموماً وإدارة زاخو المستقلة خصوصاً في أن يكون دورهم دوراً إيجابياً. وهنا تم التأكيد أيضاً على أهمية أن يقدم الصحفي دوره الإيجابي بالتعامل مع المشاكل الاجتماعية وأن يكون أحد الركائز المهمة في المجتمع من خلال الدور الصحفي في توعية المجتمع عامة. الحمد لله وضع المرأة هالساعتها يعني نحو الأحسن. أكيد هذه الورشة مهمة للصحفيين على مود الإعلام يكون مطلع عليها. إذا مو يجي ما الإعلام ما يطلع، يعني لازم الإعلام والصحفيين يعني يكونون موجودين مثل هذه الورشات ويطلعون على وضعها. فيما دعا المشاركون في هذه الورشة إلى أهمية تبني برامج توعوية وتثقيفية في المدارس والجامعات وتقديم أدبيات ببعض النشرات التوعوية التي ترشد المرأة إلى عناوين واضحة لحمايتها من العنف الأسري. لبرنامج نسمات زاكروس، نجلة السندي، زاخو.